شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت احداث المباراه، الاهلي والاتحاد بنتيجه 73-60، ونعود للمربع صفر 1-1 في الجماد، وتتبقى 3 مباريات. العوده لضيوفنا، كابتن ايمن شايف الدنيا ازاي؟ زي ما قلت لك بالظبط، النادي الاهلي رجع في الـ في الـ رجع في النهائيات مره ثانيه. الماتش النهارده الشوط الثاني كله للنادي الاهلي يعني كان موفق اكتر. نادي الاتحاد عمل الترايات بتاعته بس ما وفقش فيها. النادي الاهلي النهارده السكور برده متوزع على اغلب اللعيبه، ودي حاجه كويسه للفرقه. الف سلامه الاول على عمرو زهران، اتمنى ان اصابته ما تبقاش حاجه جامده، وعمل ماتش كويس النهارده، كان من افضل اللعيبه اللي موجودين. زي ما قلت لك الكوارتر الثالث والرابع اغلبه للنادي الاهلي. نادي الاتحاد كان عنده كذا فرصه انه يرجع في الجيم، بس لما تبقى الفرقه كلها مش موفقه اكيد دي تبقى النتيجه يعني. بالظبط. ميشو، يعني هارد لك الاتحاد، مبروك النادي الاهلي، بس برضو لسه المشوار طويل. هي طبعا لسه بدري، زي ما احنا قلنا للاتحاد في الجيم الاولاني مبروك، النهارده بنقول للنادي الاهلي الف مبروك. بس في اختلاف ما بين الجيمين، يعني فنيا الفرقتين النهارده فنيا يعني اقل من الجيم الاولاني، ولكن النهارده الاهلي تفوق يمكن في خلص معاه الجيم النهارده الفتره الثالثه. الفترة الثالثة هي اللي فرقت مع النادي الأهلي. نعم. الفترة الثالثة هو النادي الأهلي مخلصها 26-16، وده أعلى يمكن سكور في جيمين في الجيمين في الثمان أشواط. هو النهارده حاطط 26، رغم الجيم اللي فات أول جيم برضو النادي الأهلي حاطط 15 بونت بس، ولكن كان ديفنس بتاعه كان قوي جدا، واللي خلى الاتحاد ساعتها جايب 7 بونت يعني برضو. دايما يعني واضح إن الأهلي القوة بتاعته بتظهر في الفترة الثالثة. النهارده الحاجة الواضحة جدا من الفرقتين كم التيرن اوفر الغريب، يعني النهارده يمكن لو بصيت انا إيهاب أمين لوحده عامل 8 تيرن اوفر، كان الكوارتر الأول والثاني عامل 3، والثالث والرابع عامل برضو، ده كم كبير جدا. ولكن النهارده ظهور عمرو زهران طبعا بتمنى له السلامة وإن شاء الله يرجع. النهارده هو أنا شايف إن هو نجم اللقاء النهارده في المستوى. الحته الملحوظه جدا يمكن في الفرقتين، مازال نادي الاتحاد يمكن السكور بتاعه ال 60 بونت، طبعا واضح غياب كوري مؤثر طبعا لنا بقى يعني ظهرت بقى ظهرت النهارده البدايل او الناس اللي بتحاول تلعب، يمكن الدخول حاتم البحيري واحد بقاله فتره طبعا مش هيقدر حتى يؤدي جزء، يعني احنا هو كان مطلوب من الكابتن مرعي النهارده كان ياسر صالح على حاتم البحيري بيحاول يعمل اي بيشوف اي مخرج لتعويض، بس واضح ان طبعا صعب جدا في غياب كوري. صعب جدا. واستاذنك برضو روح لكابتن سلعاوي. كابتن سلعاوي يمكن النهارده يعني كانت المباراه خارج التوقعات، شايف ازاي الموضوع، وشايف ازاي قدر النادي الاهلي يستغل غياب يعني عنصر تهديفي قوي في الاتحاد؟ اولا نقول مبروك النادي الاهلي وهارد لك نادي الاتحاد، لكن المباراه فنيا مش كويسه، مش حلوه فنيا، مش مبسوط منها. لكن احلى ما فيها ان الاهلي كسب وبقى 1-1 ورجعنا تاني للايه لنقطه الصفر والمنافسه على البطوله. عايز اقول كمان ان الشوط الثالث والرابع تسيده النادي الاهلي وفرض اسلوب لعبه او النظام اللي حطه مدرب لوجستي في اللعب وسيطر، قدر يسيطر على الحلقتين فامتلك زمام المباراه. ما زال هناك اخطاء في فرقه النادي الاهلي، لازم زي ايه يا كابتن مثلا؟ زي الفاول شوتنج. نسبه الفاول شوتنج، ودي الحاجه الوحيده اللي بتأدي بدون اعاقه، ودي تاني ماتش على التوالي، دي لازم يبقى فيها ان شاء الله علاج، ودي يعني تتعالج بسيطه. النقطه الثانيه برضو اللي عايز اضيفها ان الرميات اللي هو اللي بنقول عليها الكور المقطوعه او التيرن اوفر. طب كابتن استاذ حضرتك، احنا كنا بنتكلم عن عمرو زهران، خلينا نروح يعني لقاء وزميلنا محمد توفيق. الف سلامه يا عمرو، ربنا يكمل المباراه. هنروح لدكتور محمد جاد، محمد توفيق زميلنا من ارض الملعب، والدكتور محمد جاد طبيب الفريق عشان يطمنا على حاله عمرو زهران وايضا المصابين اللي ما شاركوش النهارده.
مساء الخير كابتن هيثم، بحيي حضرتك من جديد، الف مبروك لحضرتك وضيفك الكرام ولكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. فوز النادي الاهلي على فريق الاتحاد 73-60 لتصبح نتيجه المباراه 1-1، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل النادي الاهلي وان شاء الله يتوج بلقب البطوله. عشان نطمن زي ما حضرتك قلت على عمرو زهران والاصابات في الفريق، معانا دكتور محمد جاد طبيب فريق النادي الاهلي. دكتور محمد، ارحب بحضرتك في البدايه، اطمنا في البدايه على اصابه عمرو زهران، وشفناه متالم في الملعب وخرج من المباراه. الاول انا بحب ابارك لجماهير النادي الاهلي، وباذن الله باذن الله الدوري يكون بتاعنا السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله تكون اصابه عمرو زهران هو بس في لاعب دخل بركبته في العضله، عضله السمانه، الحمد لله بعيد عن مفصل الركبه، فان شاء الله هي اصابه عضليه بسيطه، في الغالب في اغلب الظن هتكون كدمه. باذن الله مع العلاج والثلج والمساج اللي معانا ان شاء الله الدنيا هتكون كويسه، وهنطمن عليه بالليل باذن الله ناخد فيه قرار نهائي ان شاء الله. باذن الله بقيه الاصابات يعني احمد اسماعيل غاب النهارده، ابو النصر كمان الضمه، يطمننا عليهم، وكمان على عبد الله نصر. بالنسبه لعبد الله ناصر كان في الماتش الاولاني جات له اصابه في ركبته لفت وقع عليها، احنا النهارده الحمد لله عملنا له رنين مغناطيسي الصبح وطمنا على الاربطه كلها والغضاريف، الحمد لله كان مجرد ارتشاح بسيط وكدمه في النخاع بتاع العض، كانت كدمه بسيطه، قدرنا ان احنا بالعلاج ان شاء الله والدنيا الحمد لله الالم نزل جامد والدنيا ماشيه في اتجاه كويس، وهو قدر النهارده بالتنسيق مع كابتن اوجستي فهمناه الحاله وقدر يشارك مشاركه تبقى فعاله وفي نفس الوقت ما تبقاش لود قوي على اللاعب، بحيث ان هو يقدر ياخد الفتره بتاعته في الاستشفاء. بالنسبه لاحمد اسماعيل، احمد اسماعيل كان عنده مزق في العضله الضمه في الالياف العضليه، حاجه بسيطه اقل من 3 مللي، وبرده بدا عملنا معاه علاج طبيعي وعمل جلسات موجات تصادميه وماشي في هيلينج بروسيس، الدنيا كويسه ان شاء الله، يعني متوقع ان هو يشارك يعني في اقرب فرصه يعني باذن الله قرار فني. محمد ابو النصر الحمد لله الاصابه العضليه اللي عنده شد، ما هوش مز، شد بسيط في العضله، ولكن كان الافضل ليه ان هو يريح النهارده علشان يبقى جاهز للحاجات يعني عوده محمد ابو النصر هو اقرب اللاعبين اللي فهمت كلام حضرتك، وان شاء الله المباراه الجايه يكون موجود. احمد اسماعيل قريب باذن الله ان شاء الله الاثنين باذن الله. شكرا دكتور محمد، شرفتنا واتمنى لك التوفيق. الف مبروك. الله يخليك. شكرا. كابتن هيثم دخل لقاءنا مع طبيب الفريق دكتور محمد جاد، ان شاء الله كل لاعبي النادي الاهلي يكون في افضل حاله فنيه وان شاء الله يتوجوا بلقب البطوله والفوز في المباراه المقبله ان شاء الله. الكلمه دي كابتن هيثم، ومستمرين في بقيه اللقاءات. محمد توفيق من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا، كان لقاء مهم مع دكتور محمد جاد عشان نعرف كمان اخبار حتى مش بس عمرو زهران. الحمد لله كدمه في السمانه، يعني ان شاء الله تبقى بالتلج والامور دي ان شاء الله ممكن يكون جاهز، بتوقع يعني احنا ياما خدنا كدمات. بس كابتن سلام اجري حضرتك كده، يعني عدد المصابين هل شايفه يقلق يعني دلوقتي؟ احمد اسماعيل دلوقتي عدد المصابين وصل 4 تقريبا. اه بالظبط، عمرو 4 من 12 على تلت الفرقه من القوى الاساسيه بتاعت النادي، لكن ان شاء الله زي ما الدكتور بيقول ان شاء الله في طريقها للعلاج وطريقهم للاستشفاء والمشاركه باذن الله. واعتقد ان السن الصغير بتبقى العمليه الاشد والحاجات البسيطه دي بتقدر ترجع. كنت عايز اقول بس في الناحيه اللي هي الكور المقطوعه بالنسبه للترن اوفر عندنا ما زال عالي بالفرقتين تقريبا، يعني ميشو قال كده نفس الكلام. يعني اوفر الفرقتين ده يعني، طب ترجعوا لايه؟ هل توتر؟ هل توتر يعني المباراه بقت عصبيه والمباراه متوتره من اولها، واللعيبه باين عليهم الخوف. النادي الاهلي كان كل تفكيره ان لازم يرجع في الجيم، عشان لو رجع في الجيم وكسب هيرجعها للصفر، لو الفرقه اللي هتروح اتنين هيبقى صعب جدا. يعني الفرقه اللي تاخد كان هيقرب جدا طبعا المباراه، اللي عايز يكسب عايز ياخد ثلاث مباريات ورا. فرقه الاتحاد بان تاثير اللاعب الاجنبي معاهم، اعتقد ان اللعيبه الاحتياطي او اللعيبه ما قدروش يكملوا يعوضوا الفراغ ده. نتمنى ان نشوف المباراه الجايه ترتقي الى متعه الناس. استاذنك يا كابتن سلعاوي، خلينا نروح لارض الملعب وزميلتنا مريم سميح ولقاء مع نجم الفريق ايهاب امين. اتفضلي يا مريم. مرحب بيك مره ثانيه طبعا يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام النجوم الكبار نجوم الاستوديو التحليلي. وطبعا عقب الفوز الاهلي على الاتحاد بنتيجه 73-60 في ثاني جولات الدور النهائي بدوري سوبر المحترفين، طبعا يسعدني ان انا يكون معايا دلوقتي احد اهم نجوم اللقاء ونجم الفريق كابتن ايهاب امين. برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي والف مبروك. الله يبارك فيكي. طبعا الحمد لله على الفوز، ومرحب بكابتن هيثم وضيوفه. كابتن ايهاب، يمكن النهارده اكيد الاداء فارق خاصه في اخر تو كوارترز، غير الماتش اللي فات عوضته زي ما احنا قلنا في البدايه، يمكن انتوا دايما بتحبوا ان انتوا تقفلوا الصفحات الماضيه وده اللي شفناه النهارده فعلا. كلمنا النهارده عن الاداء. طبعا يمكن ماتشات البلاي اوفس بتبقى مختلفه شويه عن ماتشات الكاس، ماتش الكاس بيبقى ماتش واحد
خروج مغلوب. ماتشات البلاي اوفس بيحصل فيها ادجستمنتس كتير، يمكن هم في الجيم 1 نجحوا ان هم يربكونا شويه بدفاعهم. اتفرجنا على الماتش الاولاني كذا مره مع الكوتش وحاولنا ان احنا نصلح غلطاتنا، والنهارده كان باين في الاوفنس ويمكن برضو في الديفنس، يمكن هم جابوا فينا سكور عالي قوي في جيم 1. النهارده 60 بونت كويس قوي بالنسبه للماتش دفاعيا، فيمكن ده اللي فرق معانا. كابتن إيهام، يمكن الفتره اللي جايه برضو ذا بيست اوف 5 يعني ممكن تكون الموضوع بيكون فكره تصحيح المسار، او فكره لو في مباراه فاتت ممكن ان انتوا تعوضوها. يعني فكره ذا بيست اوف 5 بالنسبه لك اكيد احسن من الانظمه الثانيه، او فكره ان انتوا هتقدروا لسه في 3 ماتشات كمان فممكن ان شاء الله نحسم البطوله. طبعا يمكن كل دوريات العالم بتلعب بنظام البلاي اوفس في الدوري، وهو ده اللي في الاخر الفرقه الاحسن اللي بتكسب، مش زي الكاس ممكن يبقى فيها توفيق او عدم توفيق او اصابات بتاثر، لكن في البلاي اوفس هي الفرقه الاحسن في الاخر هي اللي بتكسب. دلوقتي هم كاس نادي الاتحاد طبعا فريق كبير، كسب جيم 1 احنا عوضنا، كسبنا جيم 2 دلوقتي بيست اوف 3 خلاص، فاحنا 0-0 مركزين في الجيم ان شاء الله بعد بكره وربنا يكرم. لو هنتكلم بقى على الاستعداد للمباريات المقبله، خاصه برضو ان يعني توقيتات قصيره، او فكره ان ما فيش مسافه كبيره ما بين مباراه والاخرى، عايزين نعرف الاستعدادات. طبعا يمكن اللعيبه طبعا في اخر السيزون دلوقتي بالذات في شهر 5 تعبانين جدا يعني جسديا وذهنيا، بس اللعيبه مركزه وبتعمل عليها. طبعا الاستعداد اللي جاي زي اي ماتش تاني، النهارده هنعمل دلوقتي ريكفري، بكره ريكفري تمرين خفيف، ونتفرج على فيديو، نتفرج على الحاجات اللي احنا عملناها وحش ونحاول نصححها، الحاجات اللي عملناها كويس هنحاول ناكد عليها ونزودها الماتش الجاي بس كده. كابتن ايهاب بشكرك جدا، نورتنا وشرفتنا على شاشه قناه نادي الاهلي. ربنا يخليك، شكرا، بنورك. ده طبعا كان لقائنا مع احد نجوم اللقاء ونجم الفريق كابتن ايهاب امين عقب الفوز على الاتحاد بنتيجه 73-60 في ثاني جولات طبعا اكيد يعني الدور النهائي بدوري سوبر المحترفين، واللي بيلعب بنظام بيست اوف 5. طبعا يعني العوده ليك مره اخرى يا كابتن هيثم. مريم سميح من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا، وكان لقائها مع ايهاب امين. خلينا نروح لمحمد توفيق واستكمالا للقاءات عقب المباراه، اتفضل يا محمد. من جديد برحب بك كابتن هيثم وضيوفك الكرام وجميع مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، الف مبروك الفوز لجماهير النادي الاهلي ب1-1 في المباراه، وان شاء الله القادم افضل. ومعانا المدرب العام لفريق النادي الاهلي كابتن احمد الجرحي. كابتن احمد، يمكن النهارده اداء اكثر من رائع، كل الاخطاء اللي وقعنا فيها المباراه اللي فاتت الحمد لله تلافيناها، واعتقد الفريق كان متسيد اللقاء من بدايته لنهايته النهارده. والله الله يبارك فيك. طبعا الاول برحب بكابتن هيثم، ومعاه بصراحه 4 شخصيات يعني عزاز على قلبي جدا، يعني كابتن سرعاوي ارحب بيه، وكابتن طاهر رجب، وكابتن ايمن صدقي، وكابتن ميشو واخواتي طبعا، يعني مع 4 فعلا بحبهم جدا. هقول لك على الماتش، لا يعني بص مش هقول لك تسيد من الاول، يعني هو الجيم في الباسكت دايما بيبقى كل واحد بياخد الرام بتاعه، احنا طلعنا والاتحاد رجع وطلع، وفي الاخر ممكن يكون في الفتره الثالثه والرابعه احنا كنا افضل، وده طابع مباراه الاهلي والاتحاد، انت مش عارف قبل الماتش مين ممكن يكسب على حسب حاله اللعيبه، على حسب تنفيذ التعليمات. جيم النهارده يعني بالنسبه لنا هو جيم لا اكتر ولا اقل، هو جيم مهم في الخمس ماتشات، احنا خدنا الماتش اللي فات، احنا خدنا الماتش ده، يا ريت الناس تبقى مستمتعه بالماتشات. لا عارف النهارده الريتم الماتش ما كانش زي الماتش اللي فات، يمكن الريتم اقل والمستوى الفني يعتبر اقل شويه من الماتش اللي فات، ده طبعا نظرا للاجهاد اللعيبه، انت عارف لعبتنا الماتش بقى فيها عنيف بدنيا جدا، فانك بتلعب بعد على طول 24 ساعه بتريح وتلعب تاني ماتش مع الاهلي الاتحاد ريتم عالي فرقتين كبار، حاجه مش سهله يعني، بشفق على اللعيبه بصراحه، يعني لو وصلنا الجيم 5 يعني هيبقى الموضوع متعب جدا بالنسبه للفرقتين. ده كان هيبقى السؤال التالي لحضرتك، هتتعاملوا ازاي مع ده؟ يعني ضغط المباريات يوم ويوم ومباريات كبيره زي ما حضرتك قلت في نهائي دوري، هتتعاملوا ازاي؟ بتتعاملوا ازاي في التدريبات؟ خاصه انا عارف انكم ما فيش راحه بتتدربوا على طول. بالظبط زي ما انت قلت، احنا اول ما بنوصل الاوتيل، مش يمكن اول ما بنوصل الاوتيل، في الاوضه دلوقتي في ريكفري بيحصل للعيبه من حمامات ثلج، ودكاتره العلاج الطبيعي بتشتغل والدكتور بيشتغل، بنحاول على قد ما نقدر نعمل حاله استشفاء للعيبه. الماتشات طبعا زي ما تقول متلاحقه، ما تعرفش الحاله البدنيه بتاعت الفرقتين ايه، خصوصا ان احنا ناقصنا 2 لعيبه مهمين جدا مع بدايه الماتشات، كان احمد اسماعيل ما لعبش معانا وده لعيب مهم جدا للفرقه، ابو النصر لعيب مهم والنهارده مش موجود، بيدو عبد الله بيلعب وهو ركبته وجعانه ووقع عليها ماتش فات،
زي نفس الكلام نادي الاتحاد النهارده ويبستر مش بيلعب وهو برده لعيب مهم بالنسبه لهم، بس طبيعي ان الاهلي والاتحاد فرقتين كبار بيبقوا مجهزين بدايل، او لو ما عندكش البديل بنفس الكفاءه بيبقى على الاقل انت بتقدر تغير من ادائك التكتيك ان انت تبدا تلعب على حسب الامكانيات المتوفره ليك. فبقول يعني انا يعني من جيم 2 واحنا 1-1 بقول لك الفرقتين دول فعلا فرقتين ابطال بقى لهم سنتين ثلاثه 90% من نهائي الدوري او مرتبط او كاس او حتى في البطوله العربيه تلاقينا دايما اللي بيكسب فيهم بيوصل للبطوله. فبحييهم من الجيم ده وبتمنى ان هم ان شاء الله باذن الله يمتعوا الناس لاخر الماتش، واتمنى النادي الاهلي يفوز بالدوري ان شاء الله واللي غايب عننا بقاله فتره ويكمل سلسله الانتصارات الموسم ده باذن الله. اخيرا كابتن احمد، العامل النفسي اعتقد والتاهيل النفسي مهم جدا في المباراه دي، خاصه ان الاجهاد على الفرقتين وتلاحق المباريات، اعتقد نفسيا ده حاجه مهمه جدا، بتعاملوا ازاي مع اللاعبين نفسيا في هذه الفتره؟ صدقني العامل النفسي في المكسب، يعني النهارده في مكسب، العامل النفسي فيه انك تشتغل عليه وتتكلم وتدي تعليماتك وتشوف اخطائك اهم من الخساره. الخساره دايما اللعيب نفسه من غير ما بتكلمه بيبقى محضر، بيبقى بيشوف هو لوحده بيشوف اخطائه وهو لوحده بيبقى نازل الجيم اللي بعديه عايز يصلح من اخطائه. فانت الشغل في المكسب يعني في ان احنا كسبنا المباراه ده هيكون اصعب من الماتش اللي فات، لان هتلاقي الاتحاد نازل اكتر شراسه، فانت طبعا لازم تنزل بنفس القوه عشان تقدر ان انت تفوز على الجيم الثالث ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن احمد وبالتوفيق وان شاء الله مستنيين منكم البطوله. شكرا ان شاء الله، ربنا يكرمك. كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع كابتن احمد الجرح المدرب العام لفريق النادي الاهلي، الف مبروك للنادي الاهلي ويا رب دايما النادي الاهلي في انتصاراته وبطولاته دايما يبقى في المقدمه. كلمه الكابتن هيثم اتفضل. الله يبارك فيك يا محمد. محمد توفيق زميلنا من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا، وكان لقاء مع كابتن احمد الجرح المدرب العام. اجي لحضرتك يا كابتن طاهر، يمكن النهارده النادي الاهلي حاطط 73 نقطه، هو كان حاطط المباراه اللي فاتت تقريبا 77 او 76 يعني هو 75 هو تقريبا نفس الافريج تقريبا في السكور، انما الاتحاد حصل دروب من 86 نقطة ل 60 نقطة، يعني 26 نقطة أقل من الجيم اللي فات. أكيد مش بس كوري هو السبب. لا، بس هو في سمة في النادي الأهلي دلوقتي إن هو تملي باستمرار بيعوض وبيتفوق في الكوارتر الثالث والرابع. ودي طبعًا ميزة، ويمكن لو جينا يعني أنا أحب في حاجات في الكواليس أحب أكلمها، يعني مثلًا لو بصيت ممكن تقول لي انت ان انا متحيز للناشئين، انما مان اوف ذا جيم النهارده هو عمرو علاء زهران اللي عنده تقريبا 20 سنه، 21 سنه يعني 21 سنه، وعبد الله ناصر كان مميز جدا اللي عنده 18 سنه في المباراه اللي فاتت. نعم، فيعني زي ما بيقولوا كده هم من زرع حصد، الولاد دول خدوا فرص غير عاديه في خلال الثمان اشهر اللي فاتوا، مما يؤدي ان هم ظهروا بهذا الشكل. وانا برجع لان كمان عنصر الفتنس او اللياقه البدنيه. طب كابتن هستاذن حضرتك معلش لازم نروح لارض الملعب وزميلتنا مريم سميح ولقاء مع كابتن الفريق مودي الجرح، اتفضلي يا مريم. تحليلي، وطبعا دلوقتي لقاءاتنا لسه مستمره من داخل ارض الملعب، واكيد دلوقتي لقاء هام جدا مع كابتن الفريق كابتن مودي الجرحي. برحب بيك على شاشه قناه نادي الاهلي، الف مبروك الفوز النهارده. الله يبارك فيك. طبعا الحمد لله مكسب مهم طبعا في وقت مهم، فالحمد لله. يمكن شفنا النهارده اداء فارق بشكل كبير جدا عن الماتش اللي فات، اكيد عوضته خاصه في اخر تو كوارترز. كلمنا النهارده عن اداء الفريق كله في اخر تو كوارترز على وجه الخصوص. طبعا احنا الجيم الاولاني كان احنا اخر دقيقتين كنا كسبين 6 بونت، انا مش هقول حصل تراخي بس احنا لعبنا بعدم تركيز اخر فتره، فطبعا احنا انا شايف ان اللعيبه احنا كنا غلطانين في يعني احنا اللي خسرنا نفسنا اول جيم. تاني جيم احنا الحمد لله اشتغلنا بقى لنا يومين على فرقه الاتحاد، طبعا الاتحاد فريق كبير، اشتغلنا على نقطة القوه بتاعتهم ونقطة الضعف، فالحمد لله حتى باين النهارده في الاداء بتاعنا ان الموضوع مختلف، وربنا يكرم. احنا كده خلاص يعني كده 0-0 يعتبر النتيجه، خلاص 1-1 الجيمات. من الجيم الجاي ان شاء الله نركز بقى، يعني ده عايزين ناخد الليد ان شاء الله عشان نقرب من الدوري باذن الله. يمكن برضو يعني النهاردة شفنا أكيد الأداء متراجع للاتحاد، ويمكن 26 نقطة بالنسبة أو فرق ما بين الماتش اللي فات والماتش ده أكيد فرق كبير قوي، شايف إزاي أداء الاتحاد النهاردة؟ لا طبعا هو الاتحاد فريق كبير، طبعا هو جيم الاولاني هو قدر يعوض يعني كنا كسبانين وعوض وكسب. النهارده احنا عملنا العكس، احنا عملنا جود ديفنس النهارده، مش موضوع ان الاتحاد كان هو النهارده مش موفق، لا احنا عملنا في يعني فيري جود ديفنس النهارده. اي حد بيتفرج على الجيم هيحس ان النهارده الموضوع مختلف في الديفنس بتاعنا،
فالحمد لله نقدر نستمر على الديفنس ده ان شاء الله. هو ده اللي يعني الديفنس هو اللي يقدر يجيب لك البطولات ان شاء الله باذن الله. كابتن مودي، يمكن الفترة اللي جاية زي يعني الفترة الماضية فيها ضغط مباريات بلاي اوفز او باست اوف فايف، يمكن النظام بيبقى فيه ما بيبقاش فيه وقت كبير ما بين المباريات. استعداداتكم بقى للفترة المقبلة، خاصة انه ما فيش مباريات، عايزين نعرف استمرار المعسكر، فكرة المحاضرات، التمرين هنا على الصالة، عايزين نعرف الاستعدادات ايه؟ لا احنا طبعا النهارده يعني الكوتش بيعمل بكره تمرين بالليل متاخر، عشان طبعا النهارده الناس مجهده جدا والماتش خلصان متاخر، بنروح بالليل نراجع بكره بالليل، يعني بنراجع على اللي حصل، الاخطاء اللي حصلت النهارده اكيد حصل اخطاء برده مننا بنراجع عليها. تاني يوم بنعمل فيديو ميتنج قبل الماتش على الظهر يعني، وبس ونستعد للجيم عشان ما فيش وقت للتمرين او ما فيش وقت يعني ان انت تتمرن جامد او حاجه، خلاص ما فيش وقت، هو الماتش بعد بكره على طول. فربنا يكرم ان شاء الله نقدر بقى نحضر للجيم الجاي كويس ان شاء الله باذن الله. توفيق ان شاء الله يا كابتن مودي، نورتنا وشرفتنا على شاشه قناه نادي الاهلي، والف مبروك مره ثانيه. عبر فيك، شكرا، مبروك لجمهور الاهلي ان شاء الله. الحمد لله. ده كان لقائنا يا كابتن هيثم طبعا مع كابتن الفريق كابتن مودي الجرحي، اللي اكيد اكد لنا فرق الاداء ما بين المباراه الماضيه وهذه المباراه، واكيد طبعا استعدادات الفريق للفتره اللي جايه، خاصه ان ما فيش وقت خلاص، وان شاء الله اكيد لازم ان احنا نحسم البطوله باذن الله. شكرا جدا ليك يا كابتن هيثم، العوده ليك مره اخرى. زميلتي العزيزة مريم سميح من أرض الملعب بشكرك شكرا جزيلا، عملت مجهود كبير، إن شاء الله ربنا يتوج إن شاء الله مجهود الفريق بالفوز بعد بكرة بإذن الله. كابتن طاهر، أجل حضرتك، يمكن كنا بنتكلم أن يعني نجوم المباراة النهاردة من النادي الأهلي هما عنصر الشباب. بالظبط، ولطالما تحيزت حضرتك لعنصر الشباب. لا يعني هو زي ما بقول لحضرتك، يعني مثلا تلاقي عبد الله ناصر كان ليه دور في أن الماتش يمشي الى حد ما من خلال الريباوند، وده برضك عنده 18 سنه او 19 سنه. نيجي النهارده لعمرو علي الازهر، الراجل مباراه صراحه يعني كان ليه دور في تغطيه مثلا ايه، كنا بنتكلم كابتن ايمن وكابتن ميشو على ان كان عمرو الجندي وايهاب امين تقريبا جايبين 40 بونت مع حد ثالث أو سيف سمير، سيف سمير، سيف سمير 50 بونت النهارده الى حد ما السكور اتوزع، وكان السكورر هو عمرو علاء زهران. فالموضوع ده يعني بتلاقي حد يغطي على بتحصل مشاكل في السكور او مشاكل في التهديف، واحد زي عمرو علاء زهران النهارده غطى المشكله دي. زائد نادي الاتحاد كمان في الكوارتر الثالث والرابع او الرابع بالذات كمان تحس انه بيجيب سكور بالعافيه وبتاع، ممكن يكون كمان للديفنس بتاع الاهلي. انما عموما مبروك للاهلي وهارد لك الاتحاد، وكده يعني رجعونا تاني ان شاء الله باذن الله ان شاء الله، ويبقى مباراة بعد بكره. اعزائي المشاهدين، مكملين معاكم، نطلع لفاصل ونرجع وتغطيتنا المستمره للقاء النهارده الاهلي والاتحاد، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وارجع لضيوفي كابتن ايمن صدقي، حضرتك كنجم من نجوم نادي الاتحاد. انا يعني وجهه نظري، ما اعرفش حضرتك تتفق معايا ولا لا، انا شايف النهارده حكام المباراه، مش عشان الاهلي كسب والله، انا بتكلم بامانه، حكام المباراه سواء يعني الاجانب او الحكم المصري، الحقيقه كان النهارده الاداء جيد، وشايفهم هم نجم اللقاء ده، وجهه نظري يعني. انا اتفق معاك ان الحكام كانوا كويسين جدا النهارده والماتش اللي فات. يعني انا حابب بس اتكلم عن الماتش اللي فات في نقطه معينه، ان حتى لو كانت في قرارات اتراجع فيها في الاي ار اس، فده برضو ده معناها ان كابتن وائل ما عانتش، خلي بالك هو كان ممكن يصر على قراره لان ده كان اللاين بتاعه. انما انا موافقك تماما، الحكام النهارده كنا بنتكلم قبل ما نطلع على الهواء ان هو ده التحكيم بتاع الباسكت، وهو ده الريتم الواحد، الليفل الواحد. كنا بنتكلم نقول ان الحكام زي ما بتصفر في اول دقيقه في الماتش، زي ما بتصفر في الدقيقه 40، زي ما بتصفر في الاوفر تايم، زي ما بتصفر والنتيجه تعادل، الحكم الف ب بيعلموه انت مالكش دعوه بالسكور، مالكش دعوه بالتايم. شايفه وصفر النهارده فاضل ثانيه، فاضل خمسه، فاضل اربعه، بيشوط من ثلاثه بونت، كل الكلام ده، وهم ده اللي الناس طبقته. بس لازم احيي كمان عمرو ابو علو، لان صح. هو ما حسسناش ان في حكم مصري ثالث. صحيح، خلي بالك احنا متفقين ان في غلطات من الحكام الاجانب. طبعا كنا بنتكلم بنقول ايه، مثلا في التكنيكال فاول الاخير بتاع احمد عادل، انا شايف انها فورسنج على المهاجم الاهلي، وانت شايف انها تكنيكال فاول.
فالحكم هياخد القرار في ثانيه. خلاص هو ده قراره. الميزه النهارده اللي منجح الحكام، لو احنا بنقول عليهم ناجحين، اللي منجحهم ان اللعيبه ايقنت ان ما هم مش هيرجعوا في قرارهم، وان انت تروح تكلمه، وان انت تروح تشوح له، وان انت تروح تساله ليه حسبت كده، مش هيرجع في قرار. الكلام ده مش هيحصل، الكلام ده مش هيحصل. يعني حتى التكنيكال فاول اللي اتحسب على مصطفى عصام وهو بيشوط الثلاثه بونت، الحكم ما راحش حتى للاي ار اس عشان يتاكد ان قراره صح ولا لا. هو الحكم واقف جنبه وشايف ان دي فلوبينج او سيميليشن زي ما الناس بتقول، سي فلوبينج، فخلاص حسب الفاول بتاعه. اللعيبه خلاص التزمت، احنا عايزين هو ده اللي يحصل عندنا في كل مباريات الدوري من اول مباراه التمهيدي. عايز يحصل ده في الحكام الاجانب. العمليه مشتركه. بس انا بحمل طبعا، كنت بقول يعني دايما كلمه ان اداريات المباراه هي اللي بتخلي الحكم يظهر كويس. بمعنى يا كابتن اداريات المباراه، بمعنى يعني خلينا حضرتك اداره المباراه دي كلمه مش ما بتبقاش اداره الجمهور. المباراه جزء الاداري وجزء الفني. احنا عندنا الحكام عندنا يعني، حتى كنا اتكلمنا في كوره في عمرو ابو العول راجع بيتكلم مع اوجستي وبيشرح له ليه هو حسب كوره كده. الكلام ده مش موجود في التحكيم. الكلام ده الحكم بيصفى قراره. احنا رحنا حللنا مباراه ريال مدريد وبرشلونه في نهائي كاس اسبانيا، احنا ما شفناش غير الحكام بتصفر، ما شفناش اعتراض. ما بقولش ما بيغلطوش، بس كميه الاعتراضات اللي عندنا وكميه الضغط على الحكام من كل المدربين، عشان بس كلامي ما يتفسرش ان هو طبيعي. موجه لحد، لا من كل المدربين. وانا بقول ان الحكام بتسمح للناس انها تعمل الكلام ده. احنا النهارده ما شفناش مثلا لعيب نزل بعد التايم اوت ووصل لغايه نص الملعب، لعيب او اداري او كل الناس اللي كانت بتنزل الملعب قبل كده نزل وراح للحكام وعمال يسالهم والكره دي اتحسبت ليه، الكلام ده ما حصلش. ما شفناش حكم بعد ما صفر صفاره راح بررها للجهاز الفني. للجهاز الفني هو الراجل ادى التكنيكال فاول وراح نفذ، وادى التكنيكال فاول الثاني وراح نفذ، وادى في التكنيكال فاول على احمد مهيب وراح نفذ، واحمد مهيب ما يعني هو ده الباسكت. بس زي ما بقول لك انا دايما بلوم على الحكام في حته الاداريات في الحته دي. فنيا هقولها عشان ده حقهم عليا، لا حكامنا بيحكموا كويس في كاس العالم وبيطلبوا بالاسم، دي حقيقه لازم نقولها لهم زي ما بنلوم عليهم في حاجات. طب ليه هنا في المحلي ما بيبقوش على اداء؟ يعني طبعا كل التحية لحكامنا ومصريين واحنا واقفين في ظهرهم، بس ليه حتى في كره القدم ليه الحكام المصريين يعني ما بيبقوش بالاداء المتوقع؟ النهارده لو الحكم طبق القانون والناس عارفه ان هو هيطبقه ايا كانت الظروف ايا كانت نتيجه المباراه، الدنيا هتتظبط. انما طول ما زي ما بقول لك اهم حاجه منجحها حكام النهارده ان هو اللي صفره فاول في اول 10 ثواني في المباراه هو نفس الليفل اللي صفر بيه فاول في اخر 10 ثواني في المباراه. يعني كنا حتى مفيش كنا بنتكلم ان كان في كوره راحت لنادي الاتحاد الراجل ده عمل لي اب على الباسكت وكلنا قلنا ان دي فيها احتكاك، بس هو الحكم شايف ان الاحتكاك ده هو ما صفروش طول الجيم بالظبط، اتردد بفاول كاونت للنادي الاهلي وصفرها فاول. هنا نجاح الحكام ان لعيبه نادي الاتحاد ما اعترضتش لا في الفاول اللي ما اتحسبش عليها ولا في الفاول عليها. ونفس الكلام النادي الاهلي. انا بقول لك احنا دلوقتي مش فاكرين ان حصل، بس كان في تكنيكال فاول على احمد مهيب، تكنيكال فاول اتصفر وتنفذ وتلعب في اقل من دقيقه، مفيش اعتراض في اقل من دقيقه خلاص. وعلى فكره واللي حسب الحكم المصري فخلاص ساعتها احنا قلنا ايه؟ قلنا اكيد في حاجه اتقالت خلاص وخد القرار وانتهى. الله يفتح عليك يا كابتن. والله كابتن ميشو يمكن اجي لك النهارده. اداء المدربين احنا بنحلل كل المنظومه اللي كانت في الملعب، الحكام كابتن ايمن مشكورا يعني زي ما بيقولوا افادنا جامد واوجز في الكلام، ولكن النهارده المدربين شايف اداره المباراه من كده المدربين ازاي؟ الاداره النهارده اختلفت عن الجيم الاولاني تماما. يمكن احنا الكلام ده قلناه من قبل ما يبدا الجيم، وانا قلت لك ان هيبقى في سيناريو مختلف. يمكن النهارده النادي الاهلي مستر اوجستي لعب الجيم بحد كبير بتركيز اعلى وبثقه وبحرص. نعم الجيم الاولاني ما كانش عنده الحرص، كان في نوع من الثقه الزياده اللي هي خليته. حسيت ده انت كده في المباراه الاولى حسيت ان في ثقه شويه في ثقه زياده تماما. هنا الجيم النهارده لا، الجيم النهارده لا، والدليل حتى في اداء اللاعبين. يعني حتى اللاعبين لما حسوا بالحرص اللي شغال بيه مستر اوجستي النهارده الاداء بتاع النادي الاهلي اختلف في كل حاجه. سكور توزع على الكل، اداء على الكل، النسبه بتاعه الريباوند اللي كانت برده عامله مشكله النهارده بالعين المجرده احسن بالظبط، اختلفت نسبه الثري بوينت حتى قدروا يوقفوا
نادي الاتحاد شويه غير النسبه. بس برضو يا بيشو انا يعني مش قادر عايز يعني انا سمعت كابتن طاهر برضو مشكورا قال وكابتن سلعاوي ليه 26 بوينت دروب في سكور النادي الاتحاد؟ مش هنقول 26 نقول مثلا خلينا لو قال حط 80 نقطه 75 نقطه عندنا دروب 15 نقطه في سكور النادي الاتحاد. هل ده راجع برضو لعدم مشاركه الاجنبي ولا عشان اللي خدوا الوقت بتاع المحترف ما كانوش موفقين شويه؟ هو التعويض النهارده تعويض كوري كان صعب. النهارده انت جاي تعوض كوري بلعيب ما بقاله فتره ما بيلعبش. خلينا يعني ما هدي برضو انت يعني مش جايب واحد مثلا ان هو كان بيلعب وغيرت مثلا البوزيشن بتاعه او عطيته الوقت بتاعه فزودت فاوريدي هو في الملعب. لا انت جايب واحد مش موجود ما بيلعبش فالنهارده انت مستني منه تعويض. يبقى احنا بنظلم واحد زي حاتم البحيري احنا بنظلمه النهارده عايزه هيعمل ايه يعني هو اوريدي مشاركش في المباراه الاولى حتى الطبيعي بتاعه مش هو الاسكور يعني حاتم مش من اللعيبه اللي عنده شوطه مثلا او نسبه عاليه مش هيقدر انت النهارده لعيب جيد اكيد يعني لعيب كويس تماما بس النهارده ما تحطوش او ما تزنقوش اختبار صعب كان جدا يعني صعب. النهارده انت بتحطه في الحته دي النهارده يمكن ميدو واحمد عادل اللي هم حاولوا ياخدوا لا بس دول فرق مع الاتحاد يا ميشو جدا دول فرق. خليني اقول لك اسماعيل برضه محتاج اقول لك حاجه في النقطه دي. بالعكس يعني احنا بنتكلم عن ال 15 بونت هو يعني لو بصيت على الستاتس بتاعت كوري ويبستر في جيم 1 هتلاقي ان هو جايب 3 من 10 3 بوينت و3 من 11 2 بوينت و2 من 3 فري ثرو. هل اي لاعب من اللعيبه المصريين اي مدرب هيصبر عليه كل الترايز دي نعم. عشان يعمل لك النسبه دي انت نعم. بتتكلم في راجل كوري ويبستر اللي هو كان اعلى مسجل للاتحاد ب 17 نقطه شايط 10 3 بونت جايب 3 شايط 11 ميديم شوت وجايب 2. فهمت حضرتك عايز تقول فاهم قصدي ايه يعني مش يعني انت النهارده اي اسم كان مش هقول اسم عشان ما يبقاش موجه الكلام ليه هل انت هتسمح يعني احنا بنتكلم النهارده ان كوري ويبستر يعني شايط 10 12 3 بوينت يعني هو كل كورتر بيشوط 3 بونت 3 تصويبات هل انت النهارده يعني لو لعيب مصري نزل اول كورتر وشوط 3 تصويبات واخطاهم هل انت هتصبر عليه نفس الوقت اللي كنت هتديه لاجنبي؟ هو ده الفرق هو ده الفرق. انت بتقارن بين واحد اخذ 33 دقيقه وحط فيهم 17 بونت هو اسمه المحترف وبتقارن بين لعيب تاني ما بياخدش نفس التوقيتات دي وفي نفس الوقت بتطلب منه ان هو يعوض لعيب في الملعب. عارف برضو انت لما تبقى في الملعب كابتن هيثم انت كنت لعيب كبير وعارف لما تبقى في الملعب غير لما تبقى بتقعد على الدكه كتير ومطالب فجاه ان انت تنزل تعوض. ملاحظه في محلها يا كابتن وحييك بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا عن تغيراتنا المستمره مباراه الاهلي والاتحاد لسه علينا كلام فني كتير ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد مكملين كلامنا عن مباراه النهارده الاهلي والاتحاد ويمكن كانت مباراه يعني مش بالشد العصبي اللي كان قبل كده يمكن مباراه اول امس كانت ماشيه ايكوال جيم خلصت باكسترا تايم النهارده نوعا ما النادي الاهلي ريحنا في الكوارتر الثالث والرابع. كابتن سلعاوي هل الكلام اللي بقوله ده صح؟ صح مليون في الميه ان الشوط الثالث والرابع بقول لك سيدوا النادي الاهلي قدر ان النادي الاهلي يفرض اسلوبه. حصلت حاله في نادي الاتحاد حاله غريبه ما شفتهاش اوف داي يمكن اللعيبه معظم اللعيبه معظم يعني مثلا النهارده اسماعيل الماتش اللي فات كان نجم النهارده برده مش الريباوند كانوا هم مسيطرين لكن احنا قدرنا نفرد اسلوب لعبنا. بس خلي بالك يا كابتن الاتحاد برده شاهد يعني ميدو طه النهارده ما اعرفش يا كابتن حضرتك كام بونت تقريبا ميدو طه 15 بونت تقريبا 11 بونت دولا النهارده موفق زي الماتش اللي فات يعني قصدي اقول ان برضو النهارده لا بس الاتحاد برضو كان قوته فيه قوتين قوه بره وجوه تحت الباسكت. النهارده القوه اللي تحت الباسكت ما كانتش مسيطره زي المباراه اللي فاتت. احنا قدرنا نسيطر على السلتين قدرنا نروح فص بريك عليهم قدرنا نفرض اسلوب لعبنا. اعتقد بالنسبه برضو الناحيه المدربين الاثنين المدربين اعتقد ان مستر جوستي النهارده كان اكثر تركيزا شويه وقدر يعالج معظم الاخطاء اللي كانت موجوده. في رايك ايه يا كابتن سلعاوي في انه لجأ ودي كانت غريبه شويه يمكن المباراه الاولى ما كانش لجأ لها لجأ النهارده يلعب زون ديفنس او دفاع منطقه ولعب فتره طويله الكوارتر الثالث مستر جوستي دفاع منطقه يمكن استغل عدم توفيق لعيبه الاتحاد السكندري في التصويبات فراح على
الزون ديفنس. شايف ده كان موفق ولا كان موفق؟ لا في الشوط الثاني كان موفق جدا في الزون ديفنس، مع ان النادي الاتحاد السكندري بيلعب كويس على الزون ديفنس. صحيح واخدين لعبه حلوه، واخدين لعبه لكن هو قدر ينفذ، اللعيبه قدرت تنفذ التعليمات المدرب بالنسبه للزون ديفنس، يعني لدرجه ان مفيش حد خد 3 بونت او شوطه مرتاحه يعني. صحيح يعني برغم انه زون ديفنس بس ما كانش فيه، بس بامانه الاتحاد يعني يعني عنده لعبه او اثنين على الزون بامانه حلوه، حلوين جدا ونجحها قوي اسماعيل احمد بتحركاته والاربعه بيقطع مع الخمسه كويس وخمسه بيقطع مع، يعني في تفاهم جدا. والمباراه دي نقدر نقول النادي الاهلي كان كويس، النادي لا نقلل من نادي الاتحاد، نادي الاتحاد فيه نجوم وهو بيعتبر من الانديه العريقه في مجال كره السله، وكان متسيد لفترات طويله كره السله في بالنسبه لمصر. اعتقد ان احنا الجيم الثالث هيبقى اكتر متعه من الاثنين اللي فاتوا. متاكد انا متاكد ان شاء الله يعني الماتش اللي كان بدايته اكتر هي اللي يعني اللي هيقدر يعمل استشفاء بسرعه بالنسبه للعيبه، اللي هيعمل اعداد نفسي وتصحيح الاخطاء بسرعه وتدارك الاخطاء يعني. وبعدين خلاص بقى انا متهيألي الماتش الثالث، من بدايه من الماتش الثالث البطوله هتبقى في ايد اللعيبه. خلاص بقى خلاص البطوله خلاص، المدربين بقى ايه اللي ذاكر يعني ذاكر في الفاصل. قال لك اللي هياخد المباراه الثانيه بيبقى بنسبه 80% قرب. لا وخلاص بقى دلوقتي بقت العمليه في ايد اللعيبه، اللعيب الفرقه اللي عايزه هي اللي هتكسب. المدربين عملوا ومرنوا وصححوا كل حاجه، لكن ان شاء الله ربنا يوفق النادي يعني. واعتقد ان المباراه الجايه هنشوف اكثر هدوءا، والتحكيم بصراحه انتوا غطيتوا كابتن. بس انا سامع ان الحكام الاجانب احتمال يتغيروا، يعني الحكام الاجانب يعني ممكن يجي حكمين تانيين غير دول، يعني ما اعرفش برضه. ما فيش مشكله، ظاهره صحيه يعني، برضه ظاهره صحيه ما فيش مشاكل. صحيح. لكن النهارده الحكم المصري اثبت ان تحكيم في مصر كويس. صحيح. وان ما فيش فرق كبير، هي قانون بيتطبق. صح، يعني لو التزمت بالقانون اكيد. التزمت بالقانون. كابتن طاهر راجع حضرتك، يمكن النهارده كان في سلاح مهم جدا للفرقتين وهو الفاست بريك او الهجوم الخاطف. يعني طبعا احنا ما عندناش ارقام، لسه الارقام ما جتناش من المباراه من الاستاتس بتاعتها، ولكن بالعين المجرده كده احنا شايفين النادي الاهلي النهارده نجح انه يروح 1-0 او يحط سكور من الفاست بريك، والارقام لما جينا الماتش اللي جاي هنوضحها يمكن اكتر من الاتحاد. شايف ازاي ده؟ هل يعني هو فعلا الديفنس بتاع الاهلي كان احسن في الثالث والرابع من الاتحاد، وحصلت كذا ستيل عملها عمرو زهران، ويعني عموما كمان الزون كان ناجح في انه يوقف الاتحاد. نعم. ديفنس زون، وكان يعني ساعات بيعمل ديفنس زون بريس ادى ان هو يخطف كذا كوره وتبقى ليابس سهله، وهي دي اللي يعني بترجع الفاست بريك للاهلي وتفوقه بخاصه في الثالث والرابع، ان الدفاع جيد. الدفاع جيد طبعا، ريباوند ستيل بتجري فاست بريك بسهوله، يمكن ده حضرتك بترجع لده. بالظبط، يعني كمان اللي اتقنوا علاء زهران، عمرو علاء زهران. نعم. اللي انا شايفه كمان ان الاتحاد السكندري الاوفنس بتاعه ما كانش على اسمه ايه ده قادر يحط باسكت بسهوله زي الجيم اللي فات. نعم. المره اللي فات. نعم. يعني اسماعيل كان فيه طبعا ميزه كبيره ان هو تو اي حد بيمسكه اقصر منه بينزل بيلعب انسايد على طول. هو ذكي جدا، بيعرف يعملها كويس قوي، بيعملها وبيعملها بكل سهوله. مش مره يمكن النهارده، يمكن عملها مره واحده صحيح في الكوارتر الثالث او الرابع. زائد طبعا كمان استغل ان 3 بونت في الاتحاد مش زي الماتش. نعم. اللي فات. نعم. فقدر يتفوق ووصل السكور لغايه 18 بونت. بس انا اعتقد ان الماتش الجاي الاتحاد مش هيبقى كده ابدا. تمام. ده هو دروب. تمام. وحتى الدروب ده كان مشاركه فيه الاهلي في اول كوارتر وثاني كوارتر. نعم. كانوا الاثنين مشتركين في الدروب، انما صراحه الاهلي فاق. صحيح. واعتقد ان برضك مستر وجيستي قرا الماتش اللي فات كويس،
ذاكروا كويس واللعبه ليه يمكن هبقى مين كان بيتكلم على الفيديو وكان بيتفرج على الفيديو اوف على الفيديو بتاعنا من اخطائنا. نتمنى ان شاء الله المباراه القادمه تبقى مباراه ممتعه واكيد نتمنى فوز النادي الاهلي. كابتن طاهر بشكر حضرتك شكرا جزيلا نورتني النهارده وشرفتني ومبروك هارد لك نادي الاتحاد على الليله الجميله دي وهارد لك للاتحاد يعني انا منتمي للنادي الاهلي بس برضك من عاشقين الباسكت بتاع الاتحاد طول عمرنا بنقر طبعا بتاعه. اشكرك يا كابتن نورتني وشرفتني كابتن سلعاوي نورتني وشرفتني وان شاء الله القادم افضل باذن الله ان شاء الله القادم واحنا متوقعين المباراه الجايه ان شاء الله هتبقى مباراه ممتعه بالنسبه لنا. شكرا جزيلا كابتن نورتني. شكرا كابتن هيثم واحنا متشكرين لوجود كوكبه كابتن ايمن. شكرا كابتن محمد شكرنا ومشرفنا كابتن ايمن جميل. احنا طبعا بنشكرك شكر طبعا خاص بتوميشك نورتونا وشرفتونا ونورتوا النادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي وان شاء الله فعلا زي ما كابتن محمد قال الماتش الجاي هيبقى ماتش نهائي مبكر صحيح. يعني صحيح. هيبقى ماتش صعب على الفرقتين وعلى المدربين وعلى الجمهور وهيبقى يعني وهيبقى تداعيات الماتشين الاولانيين ما بين اصابات وما بين الراجع من الاصابات في ناس تالقت وكملت في ناس مستواها لسه ما جاش فكل لعيب فيهم هيقدر يتعامل مع الضغط ده ازاي صحيح. النهارده اسماعيل هيعرف يرجع لمستوى الجيم الاولاني النهارده عمر طارق هيعرف يجيب مستوى النهارده ايهاب امين هيبقى زي كوارتر الثالث والرابع صحيح صحيح. صحيح ان شاء الله نشوف جيم كويس. بشكرك يا كابتن نورتني وشرفتني. ميرسي يا كابتن هيثم انا بشكرك ميشو نورتني وشرفتني وان شاء الله تنورنا تاني في قناه الاهلي ان شاء الله باذن الله وان شاء الله نشوف في ماتشات جميله كده الفتره الجايه. شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين يبدو ان النهارده كان يوم اهلاوي الحمد لله فريق كره اليد النهارده استطاع يفوز في مستهل مشواره في بطوله ابطال الكؤوس على كريكوس الاثيوبي بنتيجه 48-19 اذا هو يوم اهلاوي جميل علينا سواء كره يد او كره سله. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه والى لقاء اخر في جوله جديده مع جولات استوديو الابطال.